بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من مادة التفسير. وبعدما أنهينا الدروس المقررة، سنخصص الباقية أو الدروس المتبقية للدعم والتقوية، وذلك من أجل ترسيخ المكتسبات وتنمية المهارات. وبالتالي فموضوع درسنا اليوم هو عبارة عن دعم وتثبيت، وذلك استعداداً للامتحانات الإشهادية. وما دام أن المقرر الدراسي ينقسم إلى قسمين، فعندنا في الوحدة الأولى كما نشاهد مجموعة من المحاور. إذن عندنا المحور الأول هو علاقة الإنسان بالكون، وهي علاقة تسخير. ثم عندنا كذلك علاقة الإنسان بالإنسان، وهي علاقة تعاون واحترام. ونذكر بأهداف هذه الوحدة، وهي الوحدة الأولى من مكون التفسير، يعني تثبيت مبادئ العقيدة الصحيحة في النفس وترسيخ تمثلها في السلوك. ومن الأهداف أيضا إدراك الإنسان حقيقة علاقته بنفسه وبربه وبغيره وبالكون من حوله. ومن الأهداف أيضا استشعار روح الأخوة التي ينشرها الإسلام، وأهمية التعاون بين البشر بغض النظر عن لغاتهم وأجناسهم. وبعد هذا، بعد التذكير بأهداف هذه الوحدة، ننتقل إلى المهام التي ينبغي أن ننجزها جميعا. وعندنا في المحور الأول هو علاقة الإنسان بالكون، وهي علاقة تسخير. يقول الله عز وجل في سورة النحل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. المطلوب هو السؤال الأول: أكمل كتابة النص القرآني إلى قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. المطلوب هو تتمة هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولعلكم تشكرون. تتمة الآية هي قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات: وبالنجم هم يهتدون. ثم عندنا السؤال الثاني، وهو اشرح حسب السياق ما تحته خط، وهو قوله تعالى: وترى الفلك مواخر. إذن ما معنى قوله تعالى مواخر؟ المواخر جمع ماخرة، مأخوذة من المخر وهو الشق، يقال مخرت السفينة البحر إذا جرت في الماء. ثالثا: أبرز علتين لوصف لحم البحر بالطراوة في قوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا. لماذا وصف الله تعالى لحم البحر بالطراوة؟ علتين. العلة الأولى وهي لأن أكله في هذه الحالة أكثر فائدة وألذ مذاقا. والعلة الثانية التنبيه إلى المصارعة في أكله لأنه يسرع إليه الفساد. ومن العلل أيضا الإشارة إلى كمال قدرته عز وجل المتجلي في خلقه الحلوى الطرية في الماء المالح. إذن هذه هي العلل، أو لماذا وصف الله تعالى
لحم البحر بالطراوة فلا مفهوم له، فلا يفهم منه أن غير الطري لا يؤكل، بل لحم البحر يؤكل مطلقا سواء كان طريا أو غير طري. والأصوليون يقولون إن القيد هنا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له. السؤال الرابع: بين المراد بالحلية في قوله تعالى وتستخرج منه حلية تلبسونها، إذن ما المراد بالحلية؟ المراد بالحلية في الآية اللؤلؤ والمرجان، لقوله تعالى في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم عندنا ثانيا، يقول الله عز وجل في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. المرجو هو أو المطلوب هو قراءة هذه الآية وتأملها والإجابة عما يلي. أولا، عرف بإيجاز سورة النحل. إذن المطلوب هو التعريف بسورة النحل. سورة النحل مكية، ما عدا من الآية 126 إلى الآية 128 فهي مدنية، إذن هي في مجملها مكية، ما عدا هذه الآيات فهي مدنية. تسميتها سميت سورة النحل لاشتمالها على قصة النحل، وتسمى أيضا سورة النعم لتعداد نعم الله الكثيرة فيها. أما موضوعها وما اشتملت عليه هذه الصورة فهي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى، فشأنها شأن الصور المكية، فمواضعها أو محاورها تتجلى حول العقيدة كالألوهية والوحي والبعث والنشور، كما تحدثت الآية عن دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته في هذا الكون، إذن فموضوعها هو العقيدة. ثم عندنا السؤال الثاني، وهو استخرج من الآية مظهرا من مظاهر التسخير في الزمن الدالة على عظمة الله تعالى. إذن المطلوب هو الاستخراج من الآية مظاهر التسخير في الزمن. طبعا الآية هي قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. إذن المطلوب هو يعني استخراج أو أن نستخرج من الآية يعني دليلا على قدرة الله عز وجل وعظمته في تسخيره للإنسان. الدليل أو مما يدل على من مظاهر التسخير في الزمن الدال على قدرة الله تعالى تعاقب الليل والنهار، وسخر الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار ليسكن الناس في الليل ويسعوا في طلب المعاش في النهار. إذن فهذا إذن الليل و أو من مظاهر تسخير الزمن يعني أن الله عز وجل جعل الليل والنهار ليسكن الناس في الليل ويسعوا ويعملوا في النهار. ثالثاً، إيتي بآية قرآنية كريمة تبين أن اختلاف الألوان والمناظر من دلائل قدرة الله عز وجل. إذن الاستدلال على أن اختلاف الألوان والمناظر من دلائل قدرة الله عز وجل. الآية هي قوله تعالى، الآية التي تدل على ذلك هي قوله تعالى في سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذه الآية تدل على أن اختلاف الألوان والمناظر من الأدلة على قدرة الله تعالى. ثم عندنا السؤال الرابع، وهو أذكر وجه انتفاع الإنسان بكل من الشمس والقمر. سخر الله عز وجل للإنسان كل ما في هذا الكون، ومن ذلك الشمس والقمر أو الشمس والنجوم، فكيف ينتفع الإنسان بهذين المخلوقين العظيمين؟
أما بالنسبة للشمس فبنور الشمس يستضيء الإنسان وبحرارتها ينتفع فهي مسخرة للإنسان، وكذلك بالنجوم فبالنجوم يهتدي الإنسان في ظلمات البر والبحر فيعرف الطريق والقبلة وغيرهما، والله عز وجل يقول وبالنجم هم يهتدون. ثم عندنا السؤال الخامس هو قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، المطلوب هو تفسير هذه الآية. ومعنى هذه الآية أن الآية تبين أن الآلهة التي كان المشركون يعبدونها من دون الله ويصفونها بالآلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وبالتالي فهي لا تملك شيئا مهما صغر ولو كان حقيرا بمقدار القطمير الذي هو قشرة النواة الصغيرة، ومن ثم فهذه الآلهة لا تستحق العبادة لأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولو كان ذلك شيئا حقيرا. ثم ننتقل إلى المحور الثاني وهو العلاقة بين الإنسان والإنسان، وهي علاقة تعاون واحترام. سنتطرق في هذا المحور إلى بيان ما يلي. يقول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المطلوب وأولا ثم عندنا الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. المطلوب هو قراءة هذين الآيتين والإجابة عما يلي. أولا أكمل كتابة الآية الأولى إلى قوله والله عليم حكيم. الآية الأولى كما تشاهدون هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إلى قوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن المطلوب هو تتمة هذه الآية إلى قوله تعالى والله عليم حكيم. تتمة الآية هي قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم عندنا السؤال الثاني أورد سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إذن ما سبب نزولها؟ مما ورد في سبب نزولها ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزلت في ثابت بن قيس كان في أذنه وقر فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له حتى إذا أتى أن يجلس إلى جنبه عليه الصلاة والسلام ليسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه، فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس وهو يقول تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه رجل فقال له تفسح، فقال له الرجل قد وجدت مجلسا فاجلس، فجلس ثابت من خلفه مغضبا ثم قال من هذا؟ قالوا فلان، فقال ثابت ابن فلانة يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية، فنزلت هذه الآية أو فاستحي الرجل فنزلت هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثانيا أو ثالثا استنبط حكمين مما تضمنه قوله تعالى إن جاءكم فاسق. المطلوب هو استخراج حكمين شرعيين من هذه الآية. الحكم الأول وهو وجوب التثبت من خبر الفاسق، بمعنى أنه لا يقبل خبر الفاسق مطلقا بل ينبغي التأكد والتثبت والتحري من صدقه. ثانيا إذن هذا تدل عليه الآية بمنطوقها، وتدل الآية بمفهومها
على قبول خبر العدل ولا يجب التثبت منه. إذن إذا جاء بالخبر شخص عدل فإنه يقبل خبره ولا يتثبت ولا يجب البحث عن صدقه. السؤال الرابع: ميز بين السخرية واللمز. في الآية وردت السخرية واللمز، إذن فما الفرق بينهما؟ الفرق بين السخرية واللمز أن السخرية احتقار الشخص وذكر عيوبه ونقائصه على وجه يضحك معه، إذن ذكر العيوب على وجه يضحك معه. أما اللمز فهو ذكر معايبه سواء كان على وجه يضحك معه أم لا، وبالتالي فالعلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص بإطلاق، فاللمز هو أعم من السخرية، فيجتمعان في ذكر العيوب، وتنفرد السخرية بذكر العيوب على وجه الضحك، إذن بينهما عموم وخصوص بإطلاق، فاللمز أعم من السخرية. ثم عندنا السؤال الخامس، يقول الله عز وجل، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن المطلوب أولا أوضح ما تفيده مفردة إنما في الآية، ما المعنى الذي تفيده كلمة إنما؟ طبعا إنما هذه من أدوات الحصر، وبالتالي فهي تفيد الحصر، أي لا حال للمؤمنين إلا الأخوة ولا إصلاح إلا بناء على الأخوة في الإسلام. ثم عندنا ثانيا: استدل بحديث نبوي يوضح معنى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن حديث يتضمن معنى الآية، والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج على مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ثم عندنا هنا بعض النصوص التطبيقية، والنص الأول سنقرأه ونحاول أن نجيب عن الآية. الأقرب إلى الأفهام كما تلاحظون، الأقرب إلى الأفهام هي المدركات بحس البصر، ذلك هو السماوات السبع والأرض وما بينهما، فالسماوات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقمرها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها، والأرض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها إلى آخر النص. المطلوب في هذا النص هو الإجابة عما يلي: أولا حدد الموضوع الذي يعالجه النص، فما هو موضوع النص؟ إذن النص ضمن مجموعة من الدلائل والمخلوقات على قدرة الله تعالى، وبالتالي فموضوعه ومصنوعات الله تعالى في السماوات والأرض وما بينهما. ثم عندنا استخرج من النص ما يدل على تفرده سبحانه بالتدبير، العبارات التي تدل على انفراد الله تعالى بالتدبير في هذا الكون. العبارة هي: فلا تتحرك ذرة في السماوات والأرض من جماد ولا حيوان ولا يعني ولا فلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو محركها. إذن السؤال الثالث: أذكر حكمتين لتسخير كل من الرياح والكوكب. إذن سخر الله تعالى للإنسان الرياح والكواكب، فالمطلوب هو ذكر حكمتين من ذلك. الحكمة الأولى هي حمل السحب المشبعة بالرطوبة لإنزال المطر. الحكمة الثانية نقل لقاح الأزهار لإخراج الثمار من الأشجار، وهناك حكم أخرى منها إزالة ما علق بالأشجار من غبار لينفذ الغذاء إلى مسامها. ثم الحكمة من خلق الكواكب هي بهجة وزينة للمتأمل والمتفكر، ومنها الاستدلال على عظيم قدراته وانفراده تعالى بالخلق. إذن هذه بعض الحكم المرتبطة بتسخير كل من الرياح والكواكب. ثالثا من النصوص التطبيقية عندنا نص آخر يقول فيه الإمام القرطبي رحمه الله، قال الماوردي: فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره. قلت: فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة للعيب فذلك كثير،
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل وسليمان الأعمش وحميد الأعرج إلى آخره، فقال إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. المطلوب هو قراءة النص والإجابة عما يلي. أولاً استخلص من النص حالتين مما استثني من تحريم التنابز بالألقاب. والحالة الأولى هي أن يكون اللقب مستحباً حسناً فلا يجوز التنابز بالألقاب، ولكن إذا كان هذا اللقب حسناً فهذا لا بأس به، وقد لقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأوصاف يعني تفيد المدح. ثانياً أن يكون اللقب مكروهاً في الظاهر ويقصد به الصفة التعريف، يعني العلماء أجازوا اللقب ولو كان ظاهره الذم ولكن إذا قصد منه التعريف. وقد لقب العلماء بالأعمش والأعرج والأشهب، ولكن هذه الصفات لم يكن يقصد بها يعني الذم، وإنما كان يقصد بها التعريف من أجل تمييزه عن غيره. ومن الأسئلة أيضا أبدي موقفك مع الاستدلال من منادات خالد صديقه بوصف الأعور بقصد التنقيص منه، إذن ما موقفك من هذا السلوك؟ شخص ينادي آخر بالأعور من أجل التنقيص منه. طبعا السلوك هو التعبير عن الموقف بالرفض، فهذا لا يجوز، وبالتالي لا أوافق أو أعارض أو سلوك مرفوض، كلها عبارات تدل على الرفض. طبعا الاستدلال هو قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. إلى هنا سننتهي، أشكركم على حسن تتبعكم، وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.